أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم جميعا وطاب منشاكم، وجعل الله عز وجل الجنة متقلبكم ومثواكم. سيدي المدير بعد إذنكم، وسيدي الإمام، الإخوة الأئمة، نقول وبالله تعالى التوفيق. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك إنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أمرنا بين يديك، وحالنا لا يخفى عليك. أنت في غنى عنا، ونحن في حاجة إليك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، وخذ بأيدينا إلى سبيل النجاة يا رب العالمين. وجهت لنا هذه الدعوة الكريمة من السيد الفاضل إمام هذا المسجد، مسجد مالك بن أنس. هذه الدعوة ما كان علينا إلا أن نستجيب، لأنها دعوة رب العالمين سبحانه وتعالى. وقبل أن أشرع في الكلمة اللي راح نقولها لخوتي بين المغرب والعشاء، جزى الله الذين أنفقوا أموالهم على بناء هذا المسجد، ربي كثر أموالهم، واللي راهم أحياء فيهم الله يطول عمرهم في طاعة الله، واللي ماتوا الله يجعل هذا المسجد بيتا لهم وقصرا لهم في جناته جنات النعيم. الحقيقة أنا أعجبت بالمسجد ما شاء الله تبارك الله، وأعجبت بهذه الوجوه الطيبة المباركة من الكبار من الصغار من الشباب. والحمد لله خاطي، هذه المجالس هي التي تنفعنا. شيء آخر أرمي عليك، مثل هذه المساجد، مثل هذه المجالس، في مثل هذه البقاع، هذا الذي نحتاجه اليوم. نحتاج أن نجلس وأن نستمع، وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لماذا احنا موجودين في الدنيا هذه؟ علاش ربي خلقنا؟ واش جاك نهار من الأيام، الله يبارك ذكرى، عندك 60، وكان اللي عنده 50، وكان اللي عنده 20، سألت نفسك يوما شو ندير أنا هنا؟ ربي أوجدني. أنت لا يخفى على شريف علمك بارك الله فيك، أنت ما كنت شيخي تعرف هذا الشيء، أنت كنت في العدم، أنت كنت والو. ربي بقدرته عز وجل أوجدك، وأنت كلامك تقرأه، إذا كنت من أصحاب القرآن الكريم ومن الذين يمسكون المصحف ويقرؤون القرآن، أنت الآية تمر عليها بالحارة برك، إحنا حالنا تعبان لا نمعن النظر في شيء نقرأه من كلام الله. شوف ربي قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا. شفت كيفاش؟ ما كناش، ما كنا في العدم، بعدين ربي أوجدنا. علاش ربي أوجدنا؟ وش نديره هنا؟ الماكلة وشرب، نتزوج النساء وننجب منهم الأطفال، وانتهت مهمتنا، كما كان يقول قائلهم وبئس ما قال،
واحد قديما كان يقول ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، لكن هذا الكلام غير سليم في ميزان ربي، هذا الكلام باطل. أنا وأنت ربي تعرف علاش أوجدنا هنا؟ باش نعمروا الأرض، بصح باش نعمروها؟ استعمركم فيها، لما استعمرنا في الأرض واش نديروا حنا في الأرض هذه؟ ربي خلقنا لغاية سامية وشريفة ونبيلة، وكنت سمع قبل قليل نحن أنت في غنى عنا، ربي ما يحتاج حتى واحد باش نكونوا فاهمين، ربي ما يحتاج لا الطائع ولا العاصي، العاصي ما يضرش ربي بمعصيته والطائع ما ينفعش ربي بطاعته، ربي له الغنى المطلق، ربي ما يسحق حتى واحد. تعرفوا علاش؟ قال على نفسه الله لا إله إلا هو الحي الحي القيوم، حي لا يموت، هذا من صفات الكمال في حق الله عز وجل. أما الجن والإنس يموتون، زيد قال الحي، قال القيوم، والقيوم تعش معناتها قايم بنفسه وقايم على شؤون عباده، ما يحتاج حتى واحد. ولذا شوف القرآن قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ربي ما يسحق لا احنا لا انتوما، ربي في غنى مطلق. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. فامرنا بين يديك، حالنا لا يخفى عليك، انت في غنى عنا الغني، ونحن في حاجه اليك. ماذا من الان انت كنت في العدم، كنت والو، شوف ربي أوجدك، خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. شوف التكوين هذا اللي راه فيك، شوف من راسك الله يعزك حتى لرجليك، كي تبدأ تتأمل أقسم لك بالله غير أنت آية من آية ربي فوق الأرض. وإذا راهم قاعدين هنا معنا الأطباء يسامحونا، تدخلنا في المجال نتاعهم، لما الطبيب يحط فيك الأشعة ويبدا يتكلم عليك أنت من راسك لرجليك الدوخ، تعرفش تقول؟ تقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا البصر وهذا السمع وهذا الرأس وهذا الأطراف وهذه الأصابع وهذا البطن وما فيه والكبد والكلية والرئة والركبتين والأقدام والأصابع، شيء عجيب. ولذا شوف ايش قال لك في القرآن الكريم، قال لك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا الله عز وجل الكبير سبحانه لا إله إلا هو. شوف كيفاش ركبنا، واحد يشبه الواحد، شوف شوف سبحان الله، هذه كلها آية دالة على قدرته وعجيب صنعه سبحانه تبارك وتعالى. دوك حنا كي خلقنا وسوانا زاد ضمن لنا حاجة، وش هي؟ ضمن لنا الرزق نتاعنا، وفي السماء رزقكم، زيد وما توعدون. وآية أخرى قال وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، قال كل في كتاب مبين. الرزق رزق، والله يا جماعة الخير أقسم لكم بالله غير الواحد فينا كي كان في بطن أمه، في البطن تاع يماه، نهار وصل فيه 4 شهور ونفخ فيه رب العالمين الروح، كي تنفخ الروح تكتب الاجل تاعك قدات عين 60 70 80. شوف الروح والاجل وزاد تبعو، زاد تبعو الرزق، رزقك رزقك تكتب وانت في بطن امك، ويلحقك هذاك الرزق، واللي ماهوش رزقك قسما بالله وتطلع ل7 سماوات ما تديه. ورانا نعطيكم واحد المثال، واحد يكون عنده ميت راه في سكرات الموت،
تبعني تبعني، راح حاكم له راسه وداره هنا في طرفه هكذا ويعطي له كاس الماء. هذاك الماء ما عجبلوش، يحاول معاه الماء ما عجبلوش، تعرف على ما عجبلوش خلاص ماهوش رزقه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزق مضمون. احنا واش دارنا؟ دارنا الله عز وجل السبب وهيئ لنا الاسباب باش نبتغي الرزق، هذا ما كان. لكن الارزاق الاجال والارزاق مضروبه، واذا جاء احدهم الموت فلا ما يستقدم ساعه ولا يستاخر اخرى، فاذا جاء اجله فلا يستقدمون ساعه ولا يستاخرون، خلاص انت الامور مضبوطه. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله، باذن الله كتابا موجلا. بصح برك خبرني الله يفتح عليك بباب الخير، الله يسهل لك امورك، قول لي واش راك دير في الدنيا هذه؟ انا مش خلقك، خلقك هنا، هنا خلقك باش تأدي مهمه، أديها وروح تروح، وراك ماكش قاعد، راك ضيف برك، راهي ايام تعيش 70 ولا 80 ولا 90 ولا 50، راهي ايام وتروح تروح، ترفد الباجاج تاعك وتحكم الطريق، الي سون روتور، فهموا منظرك. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين، قدها قعدتوا؟ شوف شوف القران، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ شبك الامور تاع عبث الامور هذه، انت ما كنتش ومن بعد اوجدك ومن بعد مت ومن بعد رحت خلاص، راك غلط في الحساب. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. عائشه، عائشه هي زوجة النبي ياك هكذا، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قالت يا رسول الله راهي ماتت فلانه، راهي ماتت وراهم يقولوا عليها استراحت، وحنا صحنا الجزائريين كي يموت واحد يقول توفى تهنى تهنى، وانت ضمنت، انت من اللي قبلت تهنى؟ اللي مات اللي مات اللي مات قامت قيامته راه عند ربه، احنا ما عندناش دخل في هذا الموضوع، منا ولا منا احنا هذا خاطينا، احنا تعرفوا واش نقولوا؟ نقولوا لقد افضى الى الى ما قدم. تقول مليح ولا حاير ولا رحمنا ولا رحمنا، هذا مش من الصلاحيات نتاعك. قالت راهم يقولوا فلانه ماتت واستراحت، قال النبي وما يدريك انها استراحت، لا يستريح الا من غفر الله له. هذا صح، اللي غفر له ربي هذا استراح، واحد اخر شكون خبرك انت بانه استراح؟ ولهذا احنا هنا 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 رانا مده بعد، يا محاينك يا محاينك، فكر برك في السفر نتاعك، تروح وما توليش. احنا ساكنين في تلاغمة هنا، وهذا الساكن السكان تاع المدينة عليهم سلام الله، اللي راهم هنا واللي راهم في الديار. واحد فيهم ذكا راهي عندي الستة وربع، يقول لعياله يقول لها راني هابط للعاصمة، عندي شغل وعندي سفر، مليح وش المطلوب؟ يقول لها هيئي لي الحقيبه نتاعي والمستلزمات التي احتاجها في سفري، ديري لي كابه وديري لي قشي وديري لي الامور اللي نحتاجها في السفر، راني نقعد خمس ايام في العاصمه. وزيد ويقول لها ما تنسيش هذه وهذه وهذه وهذه. زاد يحتاجه في سفره. وبين قوسين هذا السفر باذن الله تعالى راه ينتقل من تلاغمه ويروح يقيم في الجزائر العاصمة خمس أيام، يكمل المهمة يعاود يرجع لوليداته، الله يرد سالما آمنا غانما. هنا كاين حاجة أخرى، كاين سفر يروح فيه الإنسان والله ما يولي، ودبر راسه وراه يدي القفة يديها، يدي طلعة معاه، هذيك طلعة قادرة تكون عندها يدين وقادرة تكون قفة بلا يدين.
وهذيك القفة ولا هذيك الحقيبة ولا اللي يقولوا عليها احنا الكعبة هذيك واش فيها؟ يروح والله ما يولي. واش لازم يدير باش في هذاك السفر؟ واش يسحق الطالب قبيلة هذا الأستاذ الفاضل هذا قرأ لنا من سورة الإسراء. فهمت هيك؟ هذا اقرأ. وجل واحد الآية قال فيها سبحانه تبارك وتعالى أكو تبعوا فيها ولا؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يرحم والديكم، الله يرحم والديكم، أعطوني بالكم، أعطوني قلوبكم في هذه الآية. هذه فيها سر كبير. اقرأ كتابك. تعرف الكتاب هذا شكون ألفه؟ ألفته انتايا. من وقتاش؟ كي كنت صغير ما تكتب عليك والو. نهار سن البلوغ، عشرة سن البلوغ، كي وصلت عند والديك وقالوا لك والديك خلاص اسمع من غدوة تبدا الصيامة، أمك عرفت بلي راك بلغت ويكفر خيرها ويرحم والديها. كي شفتك بنت بلي وليت راجل وبانت عليك واحد العلامات تقول لك السنه ماهوش كيما العام اللي فات، العام اللي فات راك صمت 5 أيام وخلينا كليت 10 أيام، كانت عارفه بلي راك صغير. بصح السنه هذا العام تقول لك السنه راك صمت 30 يوم معانا. واش كاين؟ قال لك سن التكليف. وكتاش؟ من 15 سنه. هذاك الكتاب بديت تتالف فيه من 15 سنه والكتاب يكتب. حتى لوين؟ من 15 وانت عشت 80. قداه كاين في الكتاب؟ من 15 ل 80 65 سنة. هذا هو الكتاب اللي كتبته، هذا هو اللي ألفته، وكتبوه الملائكة. وكي تروح لهيه عند رب العالمين، لو كان يجي خويا هذا إن شاء الله نسينك بالصحة ولا أنا أستاذ، لو كان يجي خويا هذا ويقرأ كتابي أنا أحتج نقول هذا راه ما قراش مسجل، لا أقبل. واش يقول الإنسان؟ يقول له يا ربي أنا ما نسحق حتى واحد يقرأ مكاني. ما ثم ربي واش يقول له؟ يقول له اقرأ كتابك بنفسك. أنت اقرأ كتابك بنفسك. كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. قرأ أنت. راح تقرأ واحد الكتاب، هذاك الكتاب من سن التبليغ ليوم الوفاة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. العمل انت مربوط به في رقبته. ويقولوا وكيفاش هذا الكتاب هذا؟ وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وربي ولا يظلم ربك أحدا. ومكتوب مش عارف لا راك عايش معايا ولا راك ساهي. خلي بالك هنا، خلي مكتوب 60 سنة. انت 15 سنة بلغت وتوفاك الله 80، 60 سنة، 65 سنة، 70 سنة في ذلك الكتاب. وقالوا كيفاش هذا الكتاب؟ ما خلى لا صغيرة لا كبيرة. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وثم فكها ثم واللي يخدم وعينه يضرب في صحيح يشوف العاقبة نتاعو. هنا أيام معدودة. خلينا طماطم الطرف تاع كسرة ولا خلينا الطرف تاع دجاج ولا الطرف تاع لحم، المهم خلينا انتهى أمرنا. لكن ليه وزيدك والله ما تدي والو. أقسم بالله العلي العظيم لا شهادة لا مكتب لا كرسي لا سيارة لا دار لا مال لا جاه لا سلطان
لا معرفة لا محسوبية لا تليفون لا انترفونسيون، ما كاين والو والو. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. من الآخر نزيدكم، كل واحد فينا يوجد روحه، راه الحديث بينه وبين ربي برك، ما كاين حتى واحد يدخل الحديث بينك وبين ربي. تحوس على الدليل. قال ما منكم، انا ولا انت، الا وسيكلمه ربه، يعني ربي راح يكلمك، ها يكلمه. قال ليس بينه وبينه ترجمان. وكي يكلمك ربي وجدت الاجابه ولا مازال؟ الله جل وعلا يكلمك، والله جل وعلا يسألك الآن 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 قبل ما تموت. ربي يطول الأعمار في طاعة الله. وجد منظك، وجد منظك باللي ربي راح يكلمك. وكي راح يكلمك لازم الإجابة. وباش تسلك الطفل، الطفل ذكا راهم في الامتحان، وليداتنا الله ينجحهم جميعا، وليداتنا ذكا راهم في الامتحانات، باش يدوا العلامة الكاملة واش يديروا؟ لابد لهم من مذاكرة وإجابة صحيحة. هذا يدي 13، وهذا يدي 14، وهذا يدي 16، وهذا يدي 18. إذا شوف المذاكرة والإجابة الصحيحة. وأنت يا وجه الخير، باش تكون من الناجين يوم القيامة عند رب العالمين. إجابة صحيحة. وكاين واحد المرض الله يعافيني واياك باش يلحقنا ولا نطيحوا فيه. تعرفوا شو يسموا هذا المرض هذا؟ شكون يقول لي هذا المرض هذا؟ هذا المرض اسمه مرض الغفله عن الله. الانسان يغفل خلاص. يغفل على صلاته وعلى القران تاعو وعلى الاذكار تاعو، ويغفل على دينه، ويغفل ويولي هكذا كيجوش في الايام، فاذا جاء الاجل انتهى امره وانتقل الى ربه سبحانه تبارك وتعالى. احذروا الغفلة. انتبهوا الى امركم قبل فوات الاول. الدنيا ايامها معدودة. فالدنيا بحال ساعة، اجعلها طاعة. والنفس طماعة، واش تعودها واش تربيها؟ ربيها على القناعة. وزيدك، انظر لمن ملك الدنيا برمتها. شوف لي ملكها. يقول واحد هنا مثلا، واحد هنا عنده. انا راح نحكي لك على واحد ماشي عنده تلاغمة، عنده بلاد الكل يحكم فيها. وكان يقول للناس، يخرج في تكبره وتجبره ويتعاظم على الناس، يقول لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. انتبه، ما عندوش تلاغمة بلدية ولا دائرة، يملك مصر الكل. وكان يقول للناس أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وكده ربي، كده ربي، قال له ربي في القرآن الكريم ننجيك ببدنك لتكون للناس آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا، أنا قلت لك كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أليس لي ملك مصر؟ استخف قومه فأطاعوه، وكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، وكان يقول لموسى، كان يقول له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وكان يقول للناس ما علمت لكم من إله غيري. سأسألكم سؤال، وين راه هذا الإله هذا اللي قال أنا رب ولا إله؟ وين راه؟ احنا ربنا حي قيوم في السماء، لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت، واللي كان البارح في مصر يقول أنا ربكم، أين هو الآن؟ مات، انتهى أمر. إذا ماهوش إله وليس ربنا. علاش؟ لحقته الموت. أما الله الحي القيوم، حي لا يموت جل جلاله. ضرب واحد العبر في الناس تذكيرا للناس باش ينتبهوا من غفلتهم، ينتهون من غيهم، من فسادهم، من منكرهم،
ويرجعون إلى خالقهم وبارئهم سبحانه تبارك وتعالى. البدار البدار بادر بالأعمال. شو أنت مبادر بالأعمال؟ سبقوا فيش تسبقوا؟ شو ماذا نتسابق؟ نسبقوا في حاجة ندوها معنا في القفة نتاعنا. وش فيها القفة؟ فيها الأعمال الصالحة. في الحديث الصحيح المؤمن المؤمن والله يجعلني وإياك من هذا المؤمن هذا قول آمين قول إن شاء الله تكون ساعة استجابة وتفوز مع الفائزين يا محينك. المؤمن هذا كيحطوه في الحفرة نتاعو وراحوا روحوا داروا عليه هذيك الضالات وردموا التراب واستغفروا له ربي وراحوا روحوا وهو يسمع خف النعال الصبابط والناس مروحة وخلاه وحداني في هذيك الدار وهذيك الدار هي جديدة وكل شيء تبدل عليه. شفت في الدعاء في دعاء الجنازة يقول الطالب لما يصلي ولا الإمام ولا الفقيه ولا يقول اللهم هو يوصل يقول أبدله دارا خيرا من داره هذه كي خلاها في تلاغمة أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. يقول اللهم أكرم نزوله نزل موت يعني يقول لك نزل الواحات اسمه دخلوا تالجديد السيد هذا دخل دار جديدة كي دخل دار جديدة قال اللهم أكرم نزوله ووسع مدخله. هو القبر قد هكذا بصح المؤمن يتفسح القبر تاعو ويتوسع القبر تاعو اللي نحوس عليها أنا لما يحطوه ويجوه للسؤال وربك ودينك ورسولك إلى آخره يطلع ليه في القبر يطلع ليه واحد الشخص من شاسه من راسه رجليه وكل نور 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 وهو هذاك عباك واحد كيشوف النور يستبشر الخير ولا لا يستبشر كيشوف حاجة نور واحد غير يسمع كلمة يكون ماشي يقول له وراه رابح يقول له فارس معنا إن شاء الله نربح صح؟ ثان حسن المؤمن هو في هذه الحال ويطلع له واحد يطلع له واحد من راسه ورجليه كله نور وهو هكذاك عباك الإنسان كيكون في قبره وراه في ضيق وراه في شدة ويستنى الفرج من الله هذاك اللي يوقف له قبره يقول المؤمن هذاك يقول له أبشر هكذا كلمة وش تدير أبشر المؤمن يقول له من أنت بشارك الله بالخير شكون أنت من أنت بشارك الله بالخير الجواب هذا اللي وصيتك عليه قبل ما تروح أحرص عليه قبل ما تموت عملك الصالح تعرف واش يقول هذا اللي جاء قبر المؤمن يقول له أبشر يقول المؤمن من أنت بشارك الله بخير شيخ يقول له أنا عملك الصالح اللي حبيكين احنا كنا صغار عند مواتنا وبواتنا الله يرحمهم يقولوا في الشهر الوالد يروح يكيل الدقيق هكذا يديروا عولة يجيبوا للدار اللي يحب يكيل من الآن يكيل العمل الصالح نتاع يديه معه وهذا الذي ينفعك بين يدي الله أحرص أحرص جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أحرص على ما ينفعك أحرص على ما ينفعك أحرص على ما ينفعك واستعين بالله واستعين بالله ولا تعجز حاجة ما تنفعكش وش ندير بها بلك نزيد نربح فيها غير الإثم ونربح فيها غير السيئات ونربح فيها الحرام والذنب شيء لا ينفعني وش ندير به مجلس ما فيه حتى فايدة علاش نقعد مكان فيه سخط الله وش داني له أحرص على ما ينفعك واستعين بالله إياك نعبد وإياك نستعين العمر يعطالك ربي والوقت اللي راك تمشي فيه هذو زوج أمانات راهم في رقبتك وما داموا أمانات يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الوقت هذا من الفجر للعشاء ومن العشاء للفجر الغدوة إن شاء الله هذا راه وقت مليح
من وقت هذا أمانة وكين راهو عنده يسألنا واش درنا في هذا الوقت هذا. فالأوقات أمانة. عمر بن عبد العزيز الخليفة هذا الراشد الطيب المبارك كان يقول يا ابن آدم إن الليل والنهار يعملان فيك. الليل والنهار هم يخدموا فيك وانت واش دير؟ إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما. تعرف شنو معنى هذا الأثر هذا؟ أنت ربي يبارك عليك البارح أنت وليت لاغمة زدت هنا ونشفوا لك حنا البارح كان في عمر 5 سنين وقعد الليل والنهار يخدموا فيك. ربي يبارك فيك اليوم راه عندك 65 سنة. شفت؟ إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. جماعة يقولوا أرواح الروحون قصروا قصر هذاك الوقت اللي تقصر فيه هو لك وهو عليك. إذا وظفته أنت في طاعة الله هو لك، وإذا وظفته في معصية الله هو عليك. اغتنموا الأوقات. فاش نغتنموها يا شيخ؟ نغتنمها في طاعة الله. والصحة اللي يعطاك ربي باش تعرف باللي راك في نعمة كبيرة. عندكم هنا مستشفيات في تلاغمة، هنا في المدينة عندنا مستشفى. إذا حبيتوا تشوفوا التاج اللي راه فوق رسالكم أو كل واحد راه فوق راسه تاج، أقسم لكم بالله غير كل واحد هنا راه لابس تاج فوق راسه. تعرف شكون يشوفوه اللي راه في السبيطار تاع تلاغمة وما يشوفوا التيجان اللي راه فوق رسالكم؟ الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. سؤال، قدر تساوي الصحة هذه؟ شحال تساوي؟ تساوي 10 ملايين؟ يا أحوال 10 ملايين تساوي 100 مليون؟ اللي راه دوك طاريح الفراش الله يشافيهم جميعا ويردهم لوليداتهم وأهاليهم سالمين غامين. كي ندخلوا عليهم كي ندخلوا السلام عليكم ورحمة الله ربي يشفيكم. الكلمة اللي حصل دعينا برك ربي يشفينا. ما يذكر لا مال، ما يذكر لا تجارة، ما يذكر لا فيلا، ما يذكر لا منصب، ما يذكر والو. دعونا برك. قولوا للإمام كي تروحوا تصليوا قولوا للإمام يهزلنا معروف دعونا. واش يدعيوا لهم؟ يحوسوا على الشفاء، يحوسوا على الصحة. انت اليوم الحمد لله راك قاعد وصحيح وراك معافى، وفي اللي كيجي نرقد ما تشرب حتى دواء، والصباح كي تنوض ما تشرب حتى دواء. تقول له واش راه؟ يقول لك والله غير راهي ميتة ما كاين والو جديد. انت كل يوم النعم تترى، نعم الله تترى عليك، كل يوم تتجدد فيك النعمة. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. النعم واش لاباس؟ والله ما كاين والو جديد والقديم نسيرجو فيه والجديد ما كانش. انت كل صباح ربي يطلع عليك النهار تتجدد فيك نعمة الله عز وجل. أكنفت نفط، شربت القهوة، شربت الحليب، كليت شربت وما كليت حبة حتى حبة عدوى. وراه في المستشفى راهم دايرينو منا ودخلين الأنبوب ويتغذى بالأنبوب ما يقدرش يبلع. حوس على النعمة. ما أصبح بي من نعمة، قد هي ذي النعمة قد أرواح الروح قصروا وما شبعش من قصرة هذه. وأمرك هذا لا تنظر فيه، والعاقبة متاعك وكي تروح عنده عز وجل تقول له كنا نقصروا. انتبهوا قبل فوات الأوان. والشي رانا نديرو هنا هو يلمونا كل يلمو ويقابلنا به يوم القيامة. قال في الحديث القدسي قال يا عبادي أنا وانتايا
إنما هي أعمالكم أوفيها لكم. راه يلمها وتتلم في كتاب أعمالكم أوفيها لكم. فمن وجد خيرا يحمد ربي ويقول الحمد لله، ومن وجد غير ذلك، أو هنا البيت القصيد ومربط الفرسي، ومن وجد غير ذلك قال فلا يلومن إلا، قل شوف، إلا نفسه. بلك برك تجيب عذر ما يقبلوش منك ربي، ولا ولقى معاذيره، تجيب واحد الاعتذارات ولكن هذيك الاعتذارات ربي ما يقبلهاش منك. تقول أنا سببي فلان، هو داني الهاوية، أنا سببي الشيطان، أنا تعم بالي كنت كذا، أنا نيتي كانت حسنة، لا ينفعك. حتى ذا اللي راه يخدم لنا الخدايم، هذا اللي راه معانا ليل ونهار ويخدم لنا الخدايم، وحلف بعزة الله باللي ما يطلق حتى واحد فينا، وباللي صدنا عن سبيل الله حتى يوم القيامة يتبرأ منا ويقول أنا خاطيني وأنا ما نعرفكمش وأنتم درتوا الشهادة. تحب تسمع هذا القرآن؟ تسمع الكلام هذا؟ أروح لسورة إبراهيم، أروح. خي تعرف القرآن باللي فيه سورة إبراهيم؟ لو ما تعرفش. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق هو ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هو يقول فلا تلوموني ولوموا ولوموا أنفسكم. أعلى هو ما يقدر يسلكهم وهم ما يقدروا يسلكوه. ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. تقول له صاحبي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. تقول له صاحبي الداني ما ينفع. تقول له المكتوب وانت قدرت، قالوا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ما ينفع. بالك برك تجيب واحد الأعذار، تجيب واحد الأعذار لكنها لا تنفعك بين يدي الله، والكلام راه مسموح يوم القيامة باش نفهموا مليح، وكل واحد يدافع على نفسه. ومنين جبت لنا هذا الكلام؟ أروح لسورة النحل. يوم تاتي كل نفس وش دير؟ ها؟ تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. والحساب حساب مدقق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين. كم حينك سلك روحك قبل ما تحوس على الناس، شراو ولا باعوا ولا طلعوا ولا هبطوا ولا راحوا ولا جاوا ولا تزوجوا ولا طلقوا ولا بناوا ولا هدموا، سلك روحك بين يدين ربي. وربي ما راح يسقسيك على الناس هذو، ربي راح يسقسيك على نفسك التي بين جنبيك. كل نفس بما كسبت رهينة، سلك حوالك مع رب العالمين. وهذا اللي باع وهذا اللي يشرى، أنا وأنت وش فرنا فيه؟ وش دخلنا فيه احنا؟ وهذا عنده اليوم سكن وغدوة ريبه، أنا وش فرنا في الموضوع هذا؟ كان ساكن ومن بعد ظهر له يهدم السكن ومن بعد ظهر له يبنيه، وش يقول له؟ يقول له ندخلوه الدراهم هو ريب وراح يبني دوكا كاتيطاج. انت واش فرق خير مو؟ واللي يحب يزيد الاسم يزيد يكبر يقول له طب انا على بالي بلي جاب، وانت كنت حاضر كي جاب. عندك هذه الكلمه هذه، شنو نهضروا برك؟ نحسبوا الدعوه سايبه، يقول له على بالنا منين جاب، تفوت علي انا هذه، وين على بالك؟ وانت كنت حاضر كي كان يدير الصفقات، علاش تزيد على روحك؟ علاش؟ ما كفاكش يا شيخ، يا شيخ ما كفاكش ذنوبك تاعك انت اللي راك معبيها تزيد تعبي ذنوب الخلائق على ظهرك. الله انت لا عقل لك، اقسم لك انت ماكش عاقل، انت راك في ذنوبك الخاصه تاعك تاع نفسك
انت فلان بن فلان هذه ذنوبك انت، ما كفاش هذا تزيد تعبي ذنوب الناس على ظهرك وراك رايح. خاطر كاين قاعده عند العلماء، سامحونا الاساتذه والمشايخ، قاعده يقولوا كاين ذنوب بيننا وبين ربي، صح ولا لا؟ بيننا وبين ربي، والله ما تعرفوها انتم، والله تطلعوا السماء السبعه ما تعرفوها، لان بيننا وبين ربي ما شافها حتى واحد. وكاين حاجه كبيره على الذنوب اللي بيننا وبين ربي، وش هي؟ الذنوب بيناتنا، المظالم وحقوق الناس. نقول لك شيخ اللي بينك وبين، نعطيكم مثال، واحد كان تايه، كان غافل، كان يشرب في الشراب في الخمر هكذا. لما شرب الخمر بينه وبين الناس ولا بينه وبين ربي؟ بينه وبين ربي. يعطيك الصح. واحد جا دا المال تاع واحد، دالوا المال تاعو ظلما وجورا، دالوا المال تاعو. هذا الظلم هذا بينه وبين العبد ولا بينه وبين ربي؟ شكون اعظم عند الله؟ اللي بينه وبين العبد. علاش؟ قالوا العلماء الذي بيننا وبين الله مبني على المسامحه. كي يكون الذنب بيننا وبين ربي، يا ربي راني تبت ويا ربي سامحني ويا ربي انت هو الغفور وانت هو الرحيم وانت هو الودود وانت اللي تمحي السيئات، وانا الشراب راني خليته وما نزيدش نولي ليه، ويا ربي راني جيت كتائب فلا تردني خائبا. بينك وبين الله ربي سامحك، واني لغفار لمن تاب وامن. جميع اللي تاب، جميع اللي تاب ربي يغفر له. بصح جئت تائبا وديت دراهم تاع السيد، يكفي في هذه التوبه؟ ما يكفيش. وقت شتوه لازم تهز هذوك الصوار الدراهم هذوك وتروح تردهم الى صاحبها باش تمشي التوبه تاعك. وهذه يسموه العلماء حقوق الادميين، الحقوق نتاع الناس، مظالم الناس. ولهذا في الحديث واش قال؟ قال من كانت له مظلمه وحده ظالم واحد عند اخيه، قال شوف الحديث، قال فليتحلل منه الان. هنا دوك انا عايشين هنا، دوك يتحلل منه. يقول له الحاج البشير واش راك؟ لا بس. يقول الحاج البشير والله غير حبيت نفتح معك واحد الموضوع. يقول له نهار كنا شركاء في الوزين الفلاني، واحد العام انت رحت للحج وانا سولت لي نفسي وانت غايب، راني هزيت واحد المبلغ نتاع المال وانت ما عندكش خبر. واش لازم؟ يقول له راني جيت نتحلل منك ونرد لك هذاك المبلغ واحكم بالشي اللي حبيت، راني مستعد. يتحلل منه الان. نعم. ولا حاجه واحده اخرى اللي طايحين فيها الجزائريين الكل، اوكل ما تقوليش، الغيبه، الهضره في الناس. اللي يسلم ربي قليل اللي ما يهضرش في الناس. يجي واحد يطبطب على واحد يقول له واش راك عبد الرحمن؟ يقول له بس. يقول له عبد الرحمن راهي نفسي مانيش نرقد عندي يومين. خير. يقول له راني كنت قاعد مع الجماعه في القهوه وهضروا عليك وانا من الناس اللي هضرت عليك. وين راه ترى الباطل هذا اللي يديرها فينا؟ يمشي ويتحلل، يقابل بوجهه وبشجاعه ادبيه وتراس وراسه مهزوز السماء، يقول له راني جيت نطلب منك السماح قبل ما نموت. قال في الحديث فليتحلل منه الان، قبل واش؟ قبل ما يروحوا ليه ليه ما كاين لا درهم ولا دينار، انما هي الحسنات زيد والسيئات. المظالم، مظالم الناس. يجي يوم القيامه سب هذا، احنا السبان مشهورين به، معطيتنا نمر 10 احنا السبان. شوف الكلمه الاولى اللي تخرج من الفم هي السبان، اما استغفر الله واتوب اليه، اما يسب ربي استغفر الله، ولا يسب هذاك المخلوق. يتريث بالعقل، اسمع مني، جاي متهدد غير بالسبان بالعقل. ياتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا. هو منا علمنا، تعرفوا واش جاب؟ جاب الصلاه وجاب الزكاه
وجاب الحج وجاب القرآن وجاب الصيام وجاب المعروف وجاب الإحسان، هذا منا ومنا هذا واكفي اللي يستناه. يقول له ربي يقول هذا اللي منا، يقول له يا ربي هذا النهار الفلاني في السوق تاع تلاغ ما هز يده وضربني بغير حق حقرني، وهذا ينطق من ايه؟ يقول له عند البومبة تاع لي صوص انا جيت نعمر هو جا منا وسبني، هذا منا. وهذا كيجينا نقسموا الميراث اللي خلاه بوي عوض بدبه يدي 20 مليون هو ادى 60 مليون احنا فرق علينا 10 10. دوك صاحبنا هذا ماشي انت الشيخ، ماشي انت صاحبنا هذا اللي منا كيفاش يسلك روحه منا؟ ينوضوا هذو يطالبوا بالحقوق، ربي اعطينا حقنا من هذا اللي سبنا وضربنا وشتمنا وسيل دمنا ودا اموالنا وهتك الاعراض تاعنا، اعطينا حقنا. واش يدير له ربي؟ ينحي له ربي من حسناته، استغفر الله، ينحي له ربي من حسناته هذا اللي منا ويعطيها لهذا المظلومين. ينحي خلصت حسناته مازال ما سلكش الفاتوره، ينحي له ربي عز وجل، ينحي لهم مولانا سبحانه وتعالى، ينحي له من سيئات ويعبيها على ظهره. فطرحت عليه فطرح في نار جهنم لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا. ما تظلمش الناس، ما تسبهم، ما تشتمهم، ما تهضرش في ظهرهم، ما تتبعش العورات نتاعهم، ما تحاسبهمش، ما تنبش على الاخبار تاعهم. واش داك انت؟ اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل مال اخي ميتا فكرهت لحم اخي ميتا فكرهتموه. اللحم تاع اخوك، شوف الجزائريين فيهم خصله مليحه، باللي يصلي باللي ما يصليش. الله يعز وجوهكم، علق فريسه تاع حلوف الخنزير، هذا غير نقول له حلوف على الجزائر، وفي الشرع العربي يسمى الخنزير. علق هنا في الطريق هذه الكبيره تاع تلاغمه، قول للناس راني ذبحت، ماشي ذبحت، راه كاين خنزير راه معلق، شكون يجي ياكل اللحم؟ ينوضوا ليك يرجموك. باللي يصلي باللي ما يصليش، واش يقولوا لك؟ واش راك تشوف احنا فينا يهود؟ راك تشوف فينا احنا نصارى؟ جايب لنا الخنزير معلقه هنا ما لقيت، ما تعلق انت وبالك حتى يضربوه كاع. عجبتني هذه مليحه بزاف، ارواح هذا حرام، هذا حرام. ايه ناكل خنزير ولحم تاع خوك المؤمن علاش تاكل فيه؟ حلال. اللي حرم هذا اللي حرم من الخنزير هو اللي حرم عليك لحم اخيك المؤمن. أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ما تهدرش في الناس وما فركش في شؤون الناس وما تحوش على الناس، ماهوش موضوعك، واش دخلك فيه الموضوع هذا؟ كاين وقيلة تأذنوا الشيخ ولا مازال؟ نجيب لكم موضوع واحد آخر. كاين بنك هنا من البنوك اللي يسموه ماذا؟ يقولوا نروح نعطيكم السلفيه ويجوا يسقسيو. يقول لك الشيخ البنك راه يمد واحد السلفيه وقال لك ديروا استثمار، بصح راه قالنا تقلبوا. الشيخ يشوف هذه المعامله، وبعدين الشيخ في اخر المطاف يخلص يقول له اروح، المعامله هذه ربويه فيها الربا. هذا اللي يقولوا لطيف، واش داني للربا خويا؟ انا ندخل في حرب مع ربي. مليح، الله يبارك مليح، انت الله يبارك. هذا الربا كاين ربا اعظم منها عند ربي. واش هي؟ شكون يقول واش هي؟ قال اربى الربا، قام هنا اصحاب العربيه ومنهم نستفيد. اربى الربا اعظمه واكبره اسما، اربى الربا عند الله. واش هو؟ ماشي دراهم البنك، دراهم البنك خلاص فيهم الفوائد وقلنا ربا وانتهينا. الان اعظم من دراهم البنك، قال اربى الربا عند الله. في من؟ في ظهر خاوته. أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. سيدة وقعد في الدار مع وليداته، راهم يضربوا في العيش وراهم يدفوا في البرد هذا، والجماعة برا راهي تهضر عليه. أربى الربا عند الله، الليلة والله ما ترقد. ومن ذوك تبدا تحسب الناس اللي هضرت فيهم.
إذا كان الإيمان وكاين حالها بدا تقول ليه صح أنا والله هدرت فلان وهدرت فلان وعنده الحق واش راه يقول هذاك إيمانك هو يهضر معاك هذاك الإيمان وخوف ربي اللي في قلبك هو اللي خلاك تقول هذا الكلام أربى الربا عند الله ليش هو استطالة الرجل في عرض أخيه الذي حرم علينا الربا في الأمور المالية هو الذي حرم علينا ربا الأعراض فما لكم كيف تحكمون أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك اللي حرم هذا اللي حرم هذا هو اللي حرم هذا والذي قال الخمر حرام وقال الميسر حرام وقال الخنزير حرام وقال الميت حرام والدم حرام والربا حرام قال أعراضكم دماؤكم دماؤكم وأعراضكم وأموالكم قال حرام عليكم الدم تاع أخوك المؤمن حرام عليك والمال تاع أخوك المؤمن حرام عليك والعرض تاع أخوك المؤمن حرام عليك شوفوا الراجل 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 الله يبارك تراس يا اخي تقولوا في هذه الجهه تقولوا تراس راجل تراس الطول نتاعو متر و75 الله يبارك عليه والميزان نتاعو بين 85 ل 90 يعني هذا تراس بمعنى الكلمه وكي تحط على مائده زوج خبزات يرحيها والطباسه بلا حساب شوف هو كبير 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 ياسر وكتاش يولي صغير كيبدا يهضر في الناس يولي قد هكذا يسقط من عين الله عند ربي ما يسوى والو وعند الناس قولوا خليني منه هذاك يهضر في الناس يولي صغير قد هكذا صغير الناس الناس اليوم في هذا العصر ميزانهم عند ربي واش في ألسنتهم ولهذا قبل ما تفضل هذه الحلقة أكبر الخطايا اللي يديرها الإنسان في لسانه هذه الخطأ نتاعها سامحوني يا دروس هكذا بالعامية باش احنا خرجنا من الجامعة جات عاقبة امرأة واحد زلقت عينه شاف في امرأة شاف فيها هذا خطأ العيني مليح والخطأ تاع هذه اسمع مليح والخطأ تاع هذه بطش والخطأ تاع هذه مشى الآن أسألكم يا ربي هذا قداه الخطايا نتاعو اسمع الحديث ما. قال أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم السبان اللي يسب يسب بعينه اللي يسب بلسانه مليح والكلام الفاحش على بالك الجزائريين وأنا منهم الله يهدينا ويصلح بالنا كلام الفحش هذا نسربي فيه بالليل والنهار لا حشمه ولا وقار تلقاه شايب حاله كيما انا شايب هكذا خلاص راسه كبيض مازال يقول الكلام الفاحش لا يستحي من الله وقادر يقولوا في داره قدام ولاده وكيدخل للسوق كارثه كيدخل للسوق لازمك وذنيك هذو لازم تغلقهم وتسمع تسمع سبان الدين وتسمع الكلام الفاحش وتسمع الكلام الساقط وتسمع الكلام السافل هذا الاسم هذا وين السبان في لسان وسبان الدين في لسان والكلام الفاحش في لسان والغيبه باللسان والنميمه باللسان والبهتان باللسان والقذف باللسان والبهتان باللسان والغيبه باللسان والتجسس باللسان شوف اللسان 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 كان تعرفوا ذاك الصحابي اللي اسمه عبد الله بن مسعود كان في جبل الصفا كيهبط من الصفا بدا يمشي في الصفا حنا نقولوا كما قال ربي ان الصفا والمروه من شعائر الله كي كان يمشي في الصفا كان يقول العمر كان يقول يا لساني يا لساني قل خيرا تغنم اسكت تسلم من قبل ان تندم سمعوا واحد قال له حبيت نسكتي منين جبت هذا الكلام هذا قال له راني سمعت الرسول مره يقول اكثر خطايا بني ادم في لسانهم وهذه الجوارح في كل يوم هذا حديث في كل يوم تكفر اللسان تقول إنما نحن بك الجوارح يتهدر معه تقول له إنما نحن بك إذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا احفظ لسانك تحب النجاة تحب تسلك أنا نوصي نصيحة أنت أخوك
احفظ لسانك. جاء رجل إلى رسول الله قال له يا رسول الله قل لي كلمة نسلك بها. قال له قل آمنت بالله ثم استقم. كي قال له هذه الرجل جلس سقس النبي قال له واش تخاف عليا في الدنيا هذه؟ واش تخاف عليا؟ سيدنا عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة حكم هذاك اللسان الطيب الشريف نتاعو هذاك قال له سيسقس قال له ما أخوف ما تخاف عليه. سيدنا عليه الصلاة والسلام دار هكذا قال له هذا نخاف عليك لسانك يديك لجهنم. وصح اللسان هذا من شر يا خويا. كي الحصاد عندنا برا هنا في فصل الصيف يخرجوا للحصاد يحصدوا القمح ويحصدوا الشعير وحنا هذا راه يحصد في اعراض الناس حصائد ألسنتهم. هذا ما قال في الحديث. قال له ربي علاش كبهم على وجوههم على مناخرهم في النار؟ علاش ربي حطهم في جهنم على المناخر تاعهم على المنخار في وجوههم في النار؟ قال له هذاك الشيء حصائد ألسنتهم الألسن نتاعهم واش راهي تحصد بالليل وبالنهار. خير ربي راه يسمع فيك نسيت وربي ويشوف فيك نسيت. وهذه أعراض الناس وهذه عوارة الناس وهذا من الحرام. قال له يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال له هذا خاف عليك لسانك لسانك يديك لجهنم. شوف كاين واحد الحديث أذنوا هاي تفضلوا وفهمني أمور الأذان كيف هي. لا لا باش نعرف برك خمسة عشرة ربع قول لي برك باش معليش يا ربي يجازيك وربي يجازيهم كلهم هذو اللي راهم حاضرين هذو كاع راهم تاج فوق رؤوسنا ما يكثر خيرهم ويرحم والديهم والله يجزيهم بالخير والله يدخلكم الجنه جميعا ان شاء الله يا رب. الله يبارك فيكم ان شاء الله. ارفع الاذان وبعدين أي على الفلاح.
لا إله إلا الله. كاين زوجة من زوجات النبي اسمها صفية، كاين هذا ياك؟ زوجة النبي كاين؟ مليح. زوجة النبي هذه في القامة نتاعها ما كانش طويلة، قامتها كانت قصيرة. تقول أمنا عائشة، أكو معايا ولا؟ أمنا عائشة تقول للنبي، تهضر له على زوجته اللي اسمها صفية، قالت له شوف تبعني مليح، قالت له حسبك من صفية. واش تعني؟ يعني المرأة الأخرى نتاعك مرأة قصيرة مش طويلة. دوك أنا نسألكم وأنتم تجاوبوني، كلمة قصيرة واش فيها؟ ها؟ اسمع مليح، قال لها والذي نفسي بيده، الأمر راه عظيم كبير ياسر. قال لها والذي نفسي بيده، والله عز وجل. قال لها يا عائشة والله غير راكي قلتي كلمة لو كان نخلطوها بالماء، بالماء نتاع البحر تتخلط به. والله يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته. كلمة، وكلمة فيها القاف والصاد والياء والراء والتاء المربوط، قصيرة. ها، وقال لها والله غير راكي قلتي كلمة لو كان طيشوها في البحر تتخلط، تخلط الماء تاع البحر تخلطه وكل. لو مزجت بماء البحر لما زجته، هي تمزج ماء البحر، قصيرة. وحنا من طلوع الفجر لالا العيشة واش انا نقولوا؟ قال واحد اسمه عقبة بن عامر قال لسيدنا عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله كلمة ونصح وهداية وإرشاد، قل لي كلمة يا رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا عقبة، يا عقبة، قال له أمسك عليك لسانك، شدوا راك إذا طلقته راه يديك الهاوية، أمسك عليك لسانك، زيد وابكي على خطيئتك، ابكي على ذنوبك وش راك درت في عمرك يا الحياة، وليسعك بيتك، دارك تكفيك، زوجتك، أولادك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذيك الزوجة أنتك مسؤول عليها، والأولاد اللي رزقك بهم ربي راك مسؤول عليهم، توش دخلك في الناس؟ سلك روحك وشوف وانظر في الناس اللي راهم تحت مسؤوليتك، وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، لا أسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. شفت أولادك في الصلاة؟ شفت الزوجة في الصلاة؟ وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، نحن نرزقك، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هل أمرت أولادك بالصلاة؟ هل علمتهم فرائض الإسلام؟ هل أخذت بأيديهم وأدبتهم؟ أمانة وتحت كفالتك وتحت مسؤوليتك. قال وليسعك بيتك، دارك، أولادك، شؤونك، أمورك الخاصة، بسلك حوالك مع رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. سيدنا عليه الصلاة والسلام كما قرأ الطالب الآن قال من سورة الإسراء، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سيدنا عليه الصلاة والسلام جاء في الأسرية، أسرية به من المسجد الحرام ليلا، وجعل براق مع جبريل، وجاء من مكة إلى فلسطين. وين جاء؟
جاء للأرض المباركة والمسجد الشريف الأقصى. ودك لازم نفتح قوس مادام وصلنا الحديث هذا نتاع الساعة هذه. وفكروني قولوا لي علاش حتى ذكرت لنا هذيك الليلة تاع الإسراء، خاطر فيها حديث فكروني فيه. هذيك البقعة هذيك احنا ما عندناش حدود وعندنا تراب ونبكيو عليه وعندنا جغرافية وعندنا عرقية وعندنا خلطة، لا 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 لا. احنا قضيتنا قضية إسلامية عقائدية إيمانية مع الكلاب هذو تاع بني صهيون. هذا المسجد الأقصى هذا نتاعنا، وهو مصر الرسول، جاء من مكة وصل حتى المسجد الأقصى. وهذيك البقعة هذيك هي الليلة اللي جمع له فيها رب الأنبياء والمرسلين، وسيدنا عليه الصلاة والسلام في هذيك الليلة صلى بهم جميعا كلهم، آدم وإبراهيم وموسى وعيسى وأيوب كل الأنبياء والرسل في هذه الليلة صلى بهم النبي إماما، ونقول إمام الأنبياء وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. هذيك البقعة هذيك هذيك أولى القبلتين تاعنا. النبي نهار تفرضت عليه الصلاة ما كان يصلي للكعبة، كان يصلي البيت المقدس لفلسطين مسجد الأقصى. ولهذا الخاطب في الجمعة يقول مصر أولى القبلتين ومصر النبي الكريم. أولى القبلتين هذيك هي القبلة الأولى تاعنا، صلى الرسول 17 شهر وهو مستقبل القبلة تاع بيت المقدس. وكي كان يصلي كان يجد في نفسه شيء. ونزيدك هذيك تقراها بالحارة برك، حنا كي نقرا نعقبو وما نحسوش، نفوش انا نقرا، وانت تقراها وغدوة تروح تفتح المصحف وتفوت عليها صار ماكش عارف واش راك تقرا. قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان يصلي الخطاب لمن؟ للرسول. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. تبدل النبي بدل، كان يصلي للقدس، نهار جات هذه الآية النبي خلى هذه القبلة وتحول للكعبة الشريفة. وعبك عندنا في المجتمع، عندنا ناس تاع كلافة يتبعوا كل شريدة واردة ويحبوا يديروا القلاقل ويحبوا يديروا الاضطرابات ويحبوا يختلقوا لنا الفتن والمشكلات. النبي يتحول بصحابه، كانوا يصدوا البيت المقدس، النبي يتحول بصحابه للكعبة. كان واحد الناس كان مشاكل، كان فيهم يهود، كان فيهم منافقين، كان فيهم مندسين. واش قالوا؟ هذيك تقراها برك انت، برك ماكش ثابت مسألتش عليها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. علاش خلاو بيت المقدس وداروا الكعبة؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب إنما تولوا في موجه الله. وقال ربي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كانوا شبيهم البارح كانوا يصلوا منا واليوم لا يصلوا منا. وصلتهم اللي صلوا ما لا راحت. قالوا ما ربي لا ما راحتش. وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصلاة اللي صليتها سمها ربي إيمان، هذيك الصلاة ربي يحفظها لكم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهي شو؟ هي مصر الرسول والقدس الشريف أو للقبلتين. وثم ثم اجتمع تقريب كل الأنبياء. نبدأ نذكر لك على سبيل المثال لأن الوقت ضيق ونحب نقول كلمة على وش راه واقع في فلسطين. لما تقرأ أنت زكريا قائما يصلي في المحراب نادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى. المحراب هذاك وين؟ في فلسطين. وكي زاد يحيى
ابن زكريا في فلسطين مازال اخاك صابر باش تقعد ولا نختمه نزيدوا تبعني. كلما دخل عليها زكريا المحراب هي مريم قال يا مريم أن لك هذا. هذا كان في أرض فلسطين للا مريم عليه السلام. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وين؟ في أرض فلسطين. وزاد المسيح من العذراء البتول مريم في أرض فلسطين. والكريم عليه السلام موسى لما قال بني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة ادخلوا الأرض مش من أرض فلسطين. ولوط عليه السلام نجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث من رفض ربي من هذه القرية. وين الداه؟ الداه إلى الأرض المباركة. فنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين أرض فلسطين. وداود أين كان؟ يتصور على داود المحراب في فلسطين. وكان معه ابنه سليمان وين؟ في فلسطين. أرض الأنبياء المسألة ماهيش قضية تراب ولا خطوط ولا حدود ولا قضية نكون أو لا نكون. قضية إسلامية بحتة عقائدية وفيها مسجد. قال في النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد: مسجد هذا المدينة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. أنا نسألوا فيه إحنا أهل الإسلام وهذو بنو صهيون هذا والله يا جماعة الخير ما فيهم الأمان وغالط غلطة عمر اللي يدير فيهم الأمان. تعرفش قلنا عمر بن الخطاب قال كيف تستأمنوهم وقد خونه الله. كيف تديروا فيهم الأمان وربي قال لكم هذو خيام هذو خونة ما فيهمش الأمان. نسألكم سؤال آخر شكون اللي قدم الشات اللي فيها السم يوم خيبر وعطاها للنبي وكلا منها؟ قولي شوف يهود عباك نهار كان يموت بقوا في الثيام من حياته بدا يدير هكذا الشطر. قالوا له وش به؟ قالوا ما هذه الشات المسمومه اللي كليتها في خيبر السم من تحمز اللي يخدم فيها الان. عطاوه السم به يقتلوه. ونزيدكم حديث البخاري شكون اللي سحر النبي؟ نعم اليهود لبيد بن الأعصم اليهودي هو اللي ولما راح النبي الى بني النظير شكون اللي هز الحجره الكبيره؟ حتى جه الوحي هزوا حجره كبيره من فوق الجدار باش يلقيوا عليه. جاء الوحي قالوا ابتعد فابتعد النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود والمواثيق هذيك والعهود اللي كتبوها شكون خالها؟ خالوها اليهود. كانوا بنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريظه قالوا من النبي هاي اول كتاب هاي العهود هاي المواثيق ماهمش رجال وما فيهمش حتى ريحه الرجال. ماشي ماهمش رجال برك ما فيهمش حتى ريحه الرجال. وكان واحد في اليهود كان يقرا التوراه وكي جا النبي للمدينه قاعد غير يرقب بعينيه طلع منه هبط منه قاعد يشوف بعدين جاء النبي قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وأنت النبي الذي حدثت عنه التوراة. اليهودي أسلم. تعرف كي أسلم وش قال للنبي؟ قال له راني أسلمت بصح ما تقولش لليهود باللي أنا وليت مسلم. قال له النبي علاه؟ قال له هذا قوم بهت ناس كذابين وما فيهمش الأمان وغدارين. وقال له حدثهم يا رسول الله. جاء النبي قال له واش تقولوا في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو وبابه وجده ما نعرفوش واحد خير منه. هذاك سيدنا وهذاك فاقهنا وهذاك العالم نتاعنا. وهذا هو حديث صحيح. انا نجيب لك بالدارجه برك باش تفهم مني. لما شهدوا هذه الشهاده قالوا من النبي هذا الرجل عبد الله بن سلام
لقد أسلم لله. قالوا هذا هو الفاسق الكبير، وهذا هو المنتن، وهذا اللي ما يسواش، وهذا اللي فيه باباه وجده، ما فيهمش الأمان، قوم بهتين تستأمنونهم. تعرف علاش هم يقاتلوا فينا الآن؟ دمروا الإسلام أبيد أهله، لازم نمحيوكم. والمشروع هذا ماهوش على جال غزة، وكان مشروع كبير 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 ياسر، مشروع كبير ياسر ياسر، وانت ما تقدرش تقدم لهم. تعرف علاه؟ مسميين ارواحهم شعب الله المختار، ويقولوا في كتابهم بروتوكول حكماء صهيون، يقولوا احنا ربي دارنا هنا، احنا نسجدوهم وهما عبيد في يدينا. هذه البشريه نردوها عبيد عند ديزيسكلاف رقيق في ايدينا، احنا نتحكموا فيهم وما يمشيو، وهما شعب الله المختار. ونزيدكم، انا على الشيطان والله ما يحبكم، اقسم بالله ما يحبكم، فكيف تحبونه؟ ورا تعرفوا شو يقول؟ ها انتم هؤلاء تحبونهم، واش قالنا ربي؟ ولا يحبونكم، كي اليهود كي النصارى، علاش تحبوا؟ واش دير بهم؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. عباك كي تلاقى اليهودي والنصراني، كل واحد يحب يتهنى من صاحبه، بصح اذا كان الاسلام يتفاهموا. شوف واش قال في سوره البقره الشيخ، نحبس ولا؟ قالت اليهود، هذا كره اليهودي والنصراني راس راس، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، ما كانش الايمان. وكيفاش يتفاهموا؟ يتفاهموا اذا كاين حاجه اسمها الاسلام وحاجه اسمها المسلمون، هنا يتفاهموا اليهود والنصارى. يتفاهمون على ضربكم وعلى قتلكم وعلى إبادتكم، ينحيوكم من الأرض هذه، كما كانوا الفرنسيس في هذه البلاد هذه. عباك هذه المنطقة، هذه منطقة تاع رجال ومجاهدين وأحرار، فيها الشهداء فيها المجاهدين، كي رجال كي نساء، وكاين حاجة والله ما نخليها في قلبي، هذ المجاهدين هذو وهذ الشهداء والحراير من نساء، أقسم لكم بالله غير أكن لهم عند الله محبة عظيمة، خاطش كانوا رجال. والمرأة في هذاك الوقت كانت امرأة حرة، والنيف نتاعها طالع على 7 سنوات. نعم؟ وشبان صغار، شبان صغار قلبوا الدنيا راس على عقب. 6 و6 جابوا 22، و22 دال على الجهاد المبارك في بلادنا. اللهم لك الحمد رب العالمين. النصارى كي كانوا هنا، يقولنا الأستاذ الهادي الحسني الله يذكره بالخير، يقولنا أول خطوة كي دخلت فرنسا نحت الأوقاف، أوقاف الإسلامية واحدة، وقفات على القضاء الإسلامي زوج في دار الشرع والمحاكم والقضاء وكذا، والأمر الثالث عمدت إلى المساجد والكتاتيب، دمروا. هذا وش هو؟ جامع هدم. وش هم يديرون؟ قرأ القرآن هدم، وحبت مسخنا وقعدت هنا مدة طويلة، حسب انت من 1830 حتى 62 راهي قرن 35 سنة، مدة 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 مدة. ولهذا الناس اللي راهي في فلسطين وراهي في غزة وراهي في الأرض المباركة تدي الدروس من جهادي الجزائري. احنا بالأمس القريب هنا في هذه البلاد كانوا ناس يقولوا المجاهدين الأحرار، يقولوا انتم المقملين الفلاقة، انتم تقاتلوا فرنسا، انتم بالمكحلة نتاع الصيد والعصا نتاعك، انت وجهك قابل فرنسا. كانوا يقولوا انتم مقطعين سراولكم مطبلين، القمل كلاكم، انتم تواجهوا فرنسا، فرنسا جات تعلمكم وتخرجكم في الحضارة وتقريكم فرنسا وفرنسا. بصح الرجال ما سمعوش هذا الكلام، الرجال هذوك جابوا سيرة أخرى، وكان ما كان، وكانت الفاتورة غالية. والفاتورة اللي راح نقولها لكم نتاع 54 62 ماشي 1830 62 نتاع 54 62 فيها مليون وفيها نصف مليون. وزيد من خيرة أبنائنا وبناتنا، مدينا فاتورة غالية يا سي محمد.
باش رانا عايشين هذه الوضعيه. الجزائر هي قدمت اعز ما تملك من اجل اسلامها، ونوريك باللي الجهاد الاسلامي الليله. انا مشيت الخنشله هذوك ثاني احرار كيما هذه الجهه، ناس تعنيف وجهاد. الليله هذيك اللي علوا فيها الابطال الرجال على الجهاد تاعنا المبارك، الكلمه اللي كانت في صفوف الجيش تاعنا واش هي؟ واش هي؟ لو موت باس تاع الليل هذا عقبه وخالد. وهذا يعيط عقبه هذاك يعرف بلي المجاهدين، يقول له خالد، خالد بن الوليد وعقبه بن نافع، جهادنا قام على التكبير وعلى الاسلام، وما خليناش هذوك الكفار الصليبيين في بلادنا. ودفعنا وكرمنا ربي عز وجل، دفعنا اعز ما نملك، واكرمنا الله عز وجل بالنصر المبين، وهذا فضل من الله سبحانه تبارك وتعالى. وهذوك الكفار، وما تقولوش فرنسيس، سميهم باسمهم الحقيقي، الصليبيون، الحروب الصليبيه على بلاد الاسلام. وراهم هدموا المساجد، وقطعوا الكتب، وحرقوا المصاحف، وهدموا الكتاتيب. في الجزائر كي تروحوا للجزائر تسمعوا مكان اسمه ساحة الشهداء، تسمعوا به. في ليلة واحدة، في ليلة واحدة، ليلة واحدة، جاء هذاك اللي يسموه الجنرال روفيغو، جاء ساحة الشهداء، جاء الجامع كتشاوى، خرج العلماء والمؤذن والإمام اللي يبدأ بها، خرجوا الكتب حرقوهم والناس تشوف، حرقوا الكتب. الطالب اللي كان ثم والفقيه والجماعة اللي ما كانوا، كيف تحرق انت الكتب؟ هيا قال لهم ما يزيد كملوهم. اقتل العالم واقتل المؤذن واقتل في ساحة الشهداء في كتشاوى. كتشاوى داير بها حي عتيق اسمه القصبة يا اخي هكذا. الاهالي تاع القصبة اداهم النيف على دينهم، قتلوا الامامة وقتلوا المؤذن وحرقوا الكتب، ما نقبلوش، هبطوا. هبوا هبة رجل واحد. هذاك المجرم السفاح في ليلة واحدة ذبح 3000 واحد في ليلة واحدة. الصليبيون واش داروا هنا؟ انا وليد الاستقلال، شكون يحدثك؟ يحدثك واحد عاش ايام الجمر، ولهذا ربي في القران قال فاسال به خبيرا. لو كان تجيب واحد انت الراس راه في عمره 80 85 90 وحضر حضر وشارك وشاف، يحدثك على الاستدمار واش دار هنا. كاين جمعيه علماء المسلمين يعني. الله يرحمهم والله يجعلهم في الجنه، شيخنا عبد الحميد بن باديس والابراهيمي. كاين واحد الشيخ نسالكم عليه او قريب لكم هنا برا، يقولوا العربي التبسي، كاين عالم، حبيت نسقسيكم القبر تاعو ورا، ها؟ علاه؟ وين داروه؟ داروه في قصر تاع زيت وذوبوه، او التاريخ، او التاريخ. هذو يسموا روحهم الانسانيه، هيومانيتي، حقوق الناس، حقوق الانسانيه. عندهم حتى واحد الجمعيات حقوق الحيوانات. كيف الحيوانات عندها حقوق، واللي راه كنت قلت له فيهم الان من الاطفال الصغار الرضع، الرضع اللي راهم يرضعوا في السيده تاع امهاتهم، صغار رضع، نساء نساء، شيوخهم كبار طايبين كاع. هذا انت قلت لهم منا حقوق الحيوانات، وهذا يسمى الحيوانات عندكم افضل من هذا الناس اللي تقتلوا فيهم. وشوف كيف اجتمع الصليب، الصليبيون مع اليهود، داروا يد واحده، 13 دوله اتفقت مع اليهود من الكفار، وداروا انزال رئاسي، ما جاش وزير، كل رئيس تاع هذيك البلاد هبط تأييدا لليهودي، على من؟ لقتل المسلمين والمسلمات. وين؟ في ارض فلسطين. فسل ذوك على بالك النصرة، النصرة وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصرة، النصرة بالنفس وبالمال. الآن ما استطعناش، يبقى لنا شي حاجة، يبقى لنا شي حاجة، لا تبخل على إخوانك بالدعاء. وعنده يومين وأنا نقرأ قال لك راه اشتد الخناق على المقاومة والمجاهدين، الحرارة هي. أنت كي تكون تصلي ولا مسافر ولا هزيت يديك، اذكر ربي في دعائك لاخوانك المرابطين والمجاهدين اللي راهم يقاتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى، وربي ينصرهم، وربي يجمع شملهم،
ويسدد الرمي نتاعهم. وهذوك اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. يا رب يكون الخاوتنا راهم بلا مأوى وراهم بلا طاعة وبلا شراب وبلا دواء، اللهم كن معهم يا رب العالمين. أرواح بها نختم لكم السبة هذه، كهدرنا على الإسراء والمعراج والله. سيدنا عليه الصلاة والسلام كي كان طالع في السماوات في واحد السماء شاف واحد المشهد رهيب، حتى النبي خاف، لقى واحد الناس أكو تشوفوا هنا أكو معايا هيك، لقى واحد الناس هذوما الأظافر قد هاك، والأظافر ماهيش من عظامين، أظافر من نحاس. ولقى هذوك الناس، شوفوا ليا، لقى هذوك الناس يديروا هكذا يخمشون وجوههم وصدورهم، يخمشوا في الوجوه نتاعهم بهذيك الأظافر يسيل الدم، ويخمشون الصدور نتاعهم يسيل الدم. النبي تعجب من هذا المنظر الفظيع، قال النبي جبريل، قال له يا جبريل وهذا شكون؟ قال له هذا الذين يأكلون لحوم الناس، هذو أصحاب الغيبة كما راه وقعنا اليوم، هذو أصحاب الغيبة اللي يغتابوا الناس ويهضروا في الناس. نزيدكم، بل يتفكهون أو يضرب في الفاكهة، يتفكهون بعورات الناس. وسقسي إذا تقعد معهم، لو كان تقعد حتى ما تهدرش، لو كان تقعد معهم إنكم إذا مثلهم، ماشي تقولوا ما تهدروش غير راك قاعد برك وما يهدرون داك ساكت هكذا، بالك برك تقول أنا ما هدرتش. شوف مجرد الجلوس والموافقة أك ساكت قريتهم عن المنكر تاعهم، إنكم إذا مثلهم، والله غير كيمهم. ولهذا من تمام الإيمان وكماله كي تبدأ الناس ترحي في أعراض الناس، قول لهم جماعة اسمحوا لي، أنت ما عندك حتى شغل، قول لهم جماعة 7:30 الآن أنا ننصرف، عندي التزام، ماذا بك تهرب من سخط الله وما تقعدش معهم وما عندك ما تدير بهم، هذا شر القوم والعياذ بالله. إذن الله يفتح عليكم جميعا بباب الخير، والله يسهل أموركم، الله يقضي إصلاحكم. خمم برك على شرك في الدنيا هذه رك عايشها، لا من أجل الأكل والشراب وجمع المال، وإنما خلقت لغاية سامية ووظيفة جد مهمة، إذا أديتها الله تعالى يفرح بك عز وجل، ألا وهي عبادته، أن تعمر الأرض بعبادة الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم سبحانه وتعالى. اللي هو في المجلس هذا أو قاعد معنا هو مريض، مريض، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه يا رب العالمين، اللهم اشفيه واشفي مرضى المسلمين، وخوتكم المرضى يحوسوا على دعوة صالحة باش ربي يشفيهم، ادعوا الله لهم بالشفاء. أخونا اللي راهنا مهموم وراه يضايق به والفقر وحالة تعبانة وذا، الله يجعل ربي يسر أمورك في قارب الأجل، والله يفتح عليك ببال الرزق ويفتح عليك ببال الفضل وببال الرحمة، والله ينفس عليك الهم والكرب والحزن اللي راه فيك، والله يساعد أيامك بالمعروف. وشي واحدة وعايش الهول في بيته مع زوجته مع كذا، الله يسدد ليا، والله يزين ليا، والله يطيب بينك وبين زوجتك ويطيب بينك وبين وليداتك. وجيرانك إلى الأمور تعبانة، الله يصلح بينك وبين جيرانك. وإحنا ناس مذنبين وعصاة وحالنا تعبان، عندنا الرب الكريم نتوجه إليه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وإحنا ناس نحب الجنة ونخاف النار، بصح نفوسنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والبلاد اللي نعيشين فيها الجزائر هذه، هذه الجزائر قدرنا، ربي قدر خلقنا في هذه البلاد،
ما عندناش بلاد واحدة أخرى غير تهنا ما عندناش بلاد واحدة وما كاينش بلاد تقبلنا من الآخر هكذا ما دامت هي قدرنا. اللهم إنا نستودعك الجزائر ونستودعك أهلها يا رب العالمين كبارا صغارا شيوخا كلهم. اللهم إنا نستودعك الجزائر نستودعك أمنها واستقرارها. واللي راح حابل هذه البلاد الخير وراه تعبان وراه يسعى وبدأ الله يوفقه لما يحب ويرضى. وهذوك المتربصين بالجزائر وهما بالشكايا بالسينيات كاين الناس ماهوش عاجبهم الحال الجزائر مطمئنة ولا مال والعافية كاين الناس برا راه يتخيط لنا وتحسب لنا ماهوش مطمئنين يحبوا يشوفوا الله هذو. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. من أرادنا بخير وفقه ومن أرادنا بشر اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. والأئمة نتاعنا والمسؤولين هذولا اللهم أصلح لنا أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. الله يصلح الحال والبال وربي نورنا وربي يهدينا وربي يوفقنا. ودعيوا ودعيوا بالخير ما ايوا بالخير. تعلم 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 انك اذا خرجت منا خرج نتاع دعوه نتاع خير على نفسك ولا على زوجتك ولا على اولادك ولا على بلادك ولا لا تدعوا على انفسكم بلى لا تدعوا على اموالكم بلى لا تدعوا على اولادكم احنا كلمه الله يهديهم الله يصلح بالهم. ويقول لك الشباب والشباب وراحوا المخدره الشباب هذو هزيت لهم انت دعوه هيا جاوبني شوف هزيت لهم دعوة تايه قلت يا ربي هذا الشباب اللي راه برا وراه تايه وكلاته المعاصي وكلاته المخدرات وكلاته الإجرام وكلاته السجون وده. شفت فيه انت خلصت له دعوة بينك بين ربي كنت ساجد وقلت يا ربي هذا الشباب اهديهم الصراط المستقيم وبصرهم وردهم ونبههم وتوب عليهم واعفي عليهم. احنا هذا الشباب وهذا الشباب كل قول يد الحانون اللي تمسكهم منا وتجيبهم والله غير يجيب وفيهم الخير. نقولوا في هذا المنبر وهذا أولادنا كما قول خويا هذا من هذا المنبر الله يهدي شبابنا الله يصلح حالهم وبالهم وبالتجربة والله غير فيهم خير كبير. ما لقاوش الواعظ برك ما لقاوش الناصح الأمين ما لقاوش يقول وش راك دير أنا ما راه بطليهم ماشي في الجامع بطليهم وين يدوروا السلام واش راكم الشيخ راشد قبل نسقسيكم سؤال وش كنت ديروا؟ داروا هكذا. قال لي واحد قال لي تشوف احنا ماناش خدامين و 24 سنه وكذا، قلت له معليش ماهوش مشكله. قبل ما تشرب الحبوب تو اسمك. قال لي مراد. قلت له قبل ما شربت اسمك مراد. وبعد ما شربت الحبوب واسمك قال لي مراد. وكي صحيت بقيت مراد. غيرت من حالك شيئا. بقيت انت. والحبوب غيرت منك شيئا ما غيرت والخمر غير منك شيئا. شوف يا مراد يا وليدي اسمع مليح خسرت ربك وخسرت دينك وخسرت بابك ويماك وخسرت نفسك وخسرت المجتمع نتاعك وخسرت الارحام والاقارب نتاعك وخسرت بلادك. وين راك رايح اليوم 24 ومن بعد وين راك رايح؟ كاين تتقبض عليك الدوله تديك المحكمة لقاو عندك المخدرات ولقاو عندك كذا تبيع وتشري وكذا يضربك القاضي ب 20 سنة وانت في عمرك 24 كي نزيدوا لك نهار تخرج من السجن في عمرك 44 سنة تلقى باباك مات ويماك مات. وكي تكون في السجن يا مراد الله يهديك كي تكون في السجن يماك مسكينة نهار البالوار نهار الزيارة تنوض على 3 تاع الصباح تعرف واش دير طيب بالكسرة وطيب الماكلة وما عندهاش السيارة وباباك مات وخاوتك حليلهم ترفد الكار مسكينة وتركب من هذه المدينة والسجن اللي راك فيه بعيد على هذه المدينة ب600 كيلومتر وتركب بالوالدة مسكينة وفي عمرها 60 سنة وتهز تقفات وتساعد فيهم باش تلحق ليك انت للسجن وباش تشوفك يا السي مراد اللي تعطيت المخدرات وهدمت حياتك وهدمت المستقبل تاعك وين راك رايح؟
إلى أين أنتم ذاهبون؟ أم يكذبوا عليكم برك؟ غرروا بكم واستعملوكم وداروكم أنتم كبش الفداء. يا شبابنا يرحم والديكم، فكروا وعودوا إلى رشدكم. ومن بعد اليوم شربت وغدوة وغير غدوة ومن غد وبعد غد إلى أين؟ والله ليس لنا الله يهديكم والله يبسطكم والله يشرح صدوركم والله يرضكم إلى ديني يا رب الجميع. أنتم يحضرتم علي الليلة كثر خيركم على هذا الاستقبال وهذه الحفاوة، والحمد لله هذا هو الشيء غالي مع الشعب الجزائري. الشعب الجزائري عنده نيف ونتاع ونتاع تكريم ونتاع ضيافة ونتاع كلمة وانتم ابناء المجاهدين وابناء الشهداء. هذا الشعب يموت الحرية، يعشق الحرية، وراسه ديما للعقبة. صالح الدين، صالح الدين، صالح الدين يا اخي وري على طرف الدلاله. انا بكم في جدودكم شويه تاريخكم، جدودكم راحوا منا، ركبوا منا ووصلوا تلاقوا صالح الدين في القدس تلاقوا. قالوا رانا جينا من ارض الجزائر، شنو من المغاربه من تونس ومن المغرب وموريتانيا ويبيوتيز. قالوا احنا المغاربه سمعنا بيك اللي رايح تجاهل باش ترد القدس، رانا جينا نوقفوا معاك ونجاهدوا معاك. مواليك اقسم بالله مواليك جدودكم وجدودكم غير ركبوا منا وراك حتى قصص وما ركبوا لا في كعبه في طياره ووصلوا تلاقوا صالح الدين. قالوا انتوما قالوا احنا المغاربه احنا في الجزائر جينا نقاتلوا معاك. الى ربي كرمنا بالنصر اللهم لك الحمد، واذا ذاب ربي كرمنا في الشهداء. ناصر المعركه وصار بصر اعطيكم واحد السر اللي نخدم كي خلاص وجبنا المفاتيح والقدس لينا وذهب امر ونستعملوا الامور. صلاح الدين قال صحاب اليمن قال انت كنت تروح تروح، وراح صحاب العراق قال المهمه انتهت، وجماعه سوريا قال انت راكم وراء منا وليين ما ضمتوا عليه هزوا في قشهم. قالوا احنا صحاب الجزائر انا مروحين. قالوا انتوا ما تروحوش عليها في سيدي صلاح الدين. قال لهم انتم الشجعان في البحر والبر، انتم الشجعان انتم تقعدوا هنا. وهذا صلاح الدين هو يعبر بذلك. قال انتم المغاربه، انتم اصحاب المغاربه، انتم الشجعان مش بطال، انتم في الحرب في الحرب سواء في البر ولا في الحرب. وزيدكم ورا عندنا ترى 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 قسمنا احنا اعطاه لنا صلاح الدين بعد ما تحب تاع الجزائريين تاع تاع بالهكتارات في ارض فلسطين. وشدت هذا الشعب هذا شعب تاع فانتازيا اللي يفوت ديما الاعمى لا يرضى بذنوبه. ولهذا اللي كانوا هناك عليهم الله يستحقون. قالوا دوخنا هذا الشعب، دوخنا هذا الشعب حملته، ضربوا بالرقابة، ضربوا بالطيارة، ضربوا بالمدفع، عذبوه، ذبحوه، داروا فيه، قبروه هكذا. كانت واحد المرأة، أنا شفت هذاك الفيلم تاع السائل هذاك مش عارف ايش يسموه، هذيك المرأة لابسة العتاب وحكوا تقول له اخرجوا من بلادنا. هي تقول أنا الحمد تاعي روحوا من بلادنا، اخرجوا من بلادنا ما صرفوكم، بلادنا هذه سبحان الله العظيم. هي قلت لك الشعب هذا هذه الأمة هذه كما قال رئيس الجمهورية الأوروبية. احنا الناس تاع الحق والجهاد، واللي حوس علينا هي انا، واللي خبط فينا والله ليس منا. احنا قدمنا فاتوره، احنا قدمنا فاتوره، فاتوره غاليه قدمناها. ولهذا الجزائر ربي وقع فيها السر والعافيه. والجزائر امرها عجب، الجزائر هذه امرها عجب. فاذا حل بك ولا يدور للناس بها مكروه، اذا حل بها مكروه لو ذاقه التسع الا ويسر من الرحمن يتلوه. الله ينوركم وما تلقى في ساعة مباركة. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل على هذه الكلمات. يعني شيخنا الفاضل من عادته كعادته إذا تكلم أطلع، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في حياته وأن يطيل عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأن يبارك الله سبحانه وتعالى في علمه.
وكان